أنت المقصود في هذه القصة، وقرأها حتى تصدق ما أقول. كان هناك صياد السمك جد في عمله، يصيد في اليوم سمكة، فتبقى في بيته ما شاء الله أن تبقى، حتى إذا انتهت ذهب إلى الشاطئ ليصطاد سمكة أخرى. في ذات يوم بينما كانت زوجة الصياد تقطع مصطاد زوجها، إذا بها ترى أمرا عجبا، رأت في بطن تلك السمكة لؤلؤة. تعجبت، لؤلؤة في بطن سمكة؟ سبحان الله، زوجي يا زوجي انظر ماذا وجدت. ماذا؟ إنها لؤلؤة. لؤلؤة؟ فأخذ الصياد لؤلؤة وذهب بها إلى بائع لؤلؤ الذي يسكن في منزل المجاور. نظر إليها الرجل التاجر وقال: لا لا، لكنني لا أستطيع شراؤها لأنها لا تقدر بالثمن، لكن إذا بلا شيخ بعث في مدينة المجاورة لعله أن يستطيع أن يشتريها منه. فأخذ صاحبنا لؤلؤته وذهب بها إلى بائع الكبير في مدينة المجاورة وعرض عليه القصة، فقال له: والله يا أخي ما تملكه لا يقدر بالثمن، لكنني وجدتك حلا، اذهب إلى الوالي المدينة فهو القدير شراء مثل هذه اللؤلؤة. وعند الباب قصر الوالي وقف صاحبنا ومعه كنزه الثمين ينتظر إذن بالدخول، وحين أراها الوالي قال: إن مثل هذه اللآلئ هو ما أبحث عنه، لا أعرف كيف أقدر لك ثمنها، لكنني سأسمح لك بدخول خزانة الخاصة، ستبقى فيها 6 ساعات، خذ منا ما تشاء، وهذا هو ثمن اللؤلؤة. قال الصياد: سيدي لعلك تجعلها ساعتين، فست ساعات كثير على صياد مثلي. فقال الوالي: لا، بل 6 ساعات كاملة لتأخذ من خزانة ما تشاء. دخل صاحبنا خزانة الوالي وإذا به يرى منظرا مهولا، غرفة كبيرة جدا مقسمة إلى 3 أقسام، قسم مليء بالجواهر والذهب واللآلئ، وقسم فيه فراش وثير لو نظر إليه نظرة نام من الراحة، وقسما به جميعا ما يشتهي به للأكل والشرب. فقال الصياد محدثا نفسه: 6 ساعات إنه كثيرة جدا على الصياد بسيط الحال مثلي، ماذا سأفعل في 6 ساعات؟ حسنا، سأبدأ بالطعام الذي موجود في قسم الثالث، سأكل حتى أملأ بطني، حتى أستزيد بالطاقة التي تمكنني من جمع أكبر قدر من الذهب. ذهب صاحبنا إلى قسم الثالث وقضى 2 ساعات من الوقت يأكل ويأكل، حتى إذا انتهى ذهب إلى القسم الأول، وفي طريقه أرى ذلك الفراش الوثير، فحدث نفسه: الآن أكلت حتى شبعت، فما لي لا أستزيد بالنوم الذي يمنح لي الطاقة التي تمكنني من جمع أكبر قدر ممكن، هي فرصة لن تتكرر، فأي غباء يجعلني أن أضيعها. ذهب الصياد إلى الفراش، استلقى وغطى في نوم عميق، وبعد مرهة من الزمن سمع من يقول له: قم قم يا أيها الصياد الأحمق، لقد انتهت المهلة. ها ماذا؟ لم أخذ شيئا؟ نعم، هيا للخارج. أرجوكم، ما أخذت فرصة كافية. 6 ساعات وأنت في هذه الخزانة، والآن أفقت من غفلتك، تريد استزادة من الجواهر؟ أما كان لك لتشتغل لجمع كل هذه الجواهر حتى تخرج إلى الخارج فتشتري لك أفضل الطعام وأجوده، وتصنع لك أنواع فرش وأنواعها، لكنك أحمق غافي، لا تفكر إلا في المحيط الذي أنت فيه، خذوه إلى الخارج. لا لا، أرجوكم أرجوكم. انتهت القصة، لكنها عبرة لن تنتهي بعد. رأيتم تلك اللؤلؤة؟ هي روحه، إنه كنز لا يقدر بالثمن، لذلك لا تعرف قدر ذلك الكنز. أرأيت تلك الخزانة؟ إنها الدنيا، انظر إلى عظماتها، انظر إلى استغلالنا لها. أما عن الجواهر فهي الأعمال الصالحة، وأما عن الفراش الوثير فهو الغفلة، وأما عن الطعام والشراب فهي الشهوات. والآن أخي الصياد السمك وأنت المقصود قارئ القصة، وأما أنا لك لتستيقظ من نومك وتترك الفراش الوثير وتجمع جواهر بين يدك قبل أن تنتهي تلك المدة ممنوحة لك، فهي عمرك، فتتحصر وأنت تخرج من الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون